شوبينج هول، يلا بينا تعالوا نفرجكم بقى حبة المشتريات اللي انا جبتها. اول حاجة جبتها، تعالوا نفرج الاكسسوارز. جبت الطقم او الست الحلقان ديت، ده كده شكلها عجبتني قوي الاشكال بتاعتها. طبعا الفيديو مش هيكمل فهنضطر نخليه على كذا جزء، ودي كلها فيها تقريبا ادويه 1 2 3 4 5 6 حلقان ب 25 جنيه. دي اول حاجه. بعد كده جبت ستاند، بصوا دوت يعني كنت هموت اجربه لان في سمعت ان انا عنه ريفيوز كتيره. القلم الكحل بتاع ام ان اللي هو الماتيك، تعالوا انا عايزه اوريه لكم. طب خلاص خلينا نفتح الحاجات ديت في فيديو تاني، هوريكم بس النهارده الحاجه. بعد كده جبت الليب بلس بتاع اسمها ايه الماركه، تعالوا اوريه لكم كده.